التحقيق مع حراس محطة الغاز التي انفجرت في سيناء وتعطل في عمل المصانع بالمحافظة. بعد إخلاء سبيل الضباط المتورطين في قتل شهداء الثورة، أهالي السويس يقطعون الطريق مع القاهرة. إسدال الستار على الأزمتين الطائفتين في المنيا وسوهاج بعد تسوية الخلافات. موجز الأخبار، مرحبا بكم. قالت مديرية أمن شمال سيناء إن تحقيقا يجري حاليا مع 6 من الحراس المكلفين بحراسة محطة غاز النجاح في بئر العبد التي وقع انفجار بها، وسيطرت السلطات المصرية تماما على الحريق الذي شب في المحطة جراء الانفجار. أوقف الانفجار تصدير الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، وأدى إلى توقف تدفق الغاز للمنازل في العريش، إضافة لتوقف العمل في عدد كبير من المصانع. في رد فعل على إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل شهداء الثورة، قطع أهالي السويس طريق السويس القاهرة، كما هدد الأهالي بأخذ القصاص لأبنائهم بأنفسهم. كانت محكمة الجنايات قد أخلت سبيل المتهمين في القضية بكفالة القدوة 10,000 جنيه، وجلت النظر في القضية إلى جلسة 14 من سبتمبر المقبل. شهدت السويس في الأيام الماضية حالة غير عادية من الارتباك بسبب الاعتصامات المطالبة بسرعة محاكمة الجنايات. بعد أن أثارت كلتاهما قلق أهالي سوهاج والمنيا على علاقة المسلمين بالمسيحيين، انتهت اليوم التوترات الطائفية في قرية أولاد خلف بمحافظة سوهاج وقرية قلصنا بمحافظة المنيا. ففي المنيا قدمت أطراف الخلاف تنازلات جماعية، وفي سوهاج اتفق المتنازعون على دفع تعويضات متبادلة. وينضم إلينا مراسلنا بالصعيد ناصر حاتم. ناصر، كيف صار الاتفاق في كل من المنيا وسوهاج؟ أعتقد أن هذا الاتفاق أغلق ملف الخلافات في هاتين القريتين التي كادتا أن تشعلان الفتنة الطائفية في مصر. اليوم أغلق الملفان وكلاهما متعلق بالفتنة الطائفية، حيث تصالح طرف الخصومة التي اشتعلت الأسبوع الماضي في قرية أولاد خلف على خلفية شائعة بناء كنيسة غير مرخصة، وأدت إلى إحراق عدد من المنازل وإصابة عدد من المواطنين. قدم الجميع منذ قليل إقرارا للنيابة العامة يفيد بالتنازل عن الشكاوي، وذلك بعد جلسة صلح برعاية القوات المسلحة. الأجواء هادئة في القرية والكل متفائل بهذا الاتفاق. هو ما نفس ما حدث في قلصنا بالمنيا، حيث أفرجت النيابة العامة منذ قليل عن جميع المتهمين المتورطين في أحداث قلصنا على خلفية لعب القمار، والتي أدت أيضا إلى إحراق عدد من المنازل وإصابة عدد من المواطنين قدروا بسبعة أشخاص. نعم ناصر حاتم مراسلنا بالصعيد، شكرا جزيلا لك. الترقب والحذر هما سمة الموقف في ميناء بيرايوس اليوناني، حيث ترسو سفن مشاركة في أسطول الحرية 2 التي تهدف إلى الوصول لميناء غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2006. السفينة الفرنسية لوي ميشيل و24 ناشطا على متنها يستعدون لمغادرة الميناء دون تنسيق مع السلطات اليونانية، والتي ترفض مغادرة السفينة دون إبداء أسباب. قالت الحكومة الليبية إن مسؤولين من نظام العقيد معمر القذافي اجتمعوا في عواصم أجنبية مع شخصيات من المعارضة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإن المباحثات ما زالت مستمرة. وفي الوقت ذاته رفض سيف الإسلام القذافي نقل العقيد الليبي مجددا أي مفاوضات تنص على رحيل القذافي عن البلاد. وفي حديث لإحدى القنوات الفرنسية أوضح سيف الإسلام أن الثوار لن يحققوا أي انتصار على قوة القذافي. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. التحقيق مع حراس محطة الغاز التي انفجرت في سيناء وتعطل في عمل المصانع بالمحافظة. بعد إخلاء سبيل الضباط المتورطين في قتل شهداء الثورة، أهالي السويس يقطعون الطريق مع القاهرة. إسدال الستار على الأزمتين الطائفتين في المنيا وسوهاج بعد تسوية الخلافات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.